اللهم يا ربي كل واحد بارطاج هذا الفيديو ورزقه ما يريد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اتمنى ان تكون كلكم بخير وكلكم بوزيتيف. فيديو اليوم عند الاخ سيمو من مدينه طنجه من المغرب. يعني كل مره تسالوا لماذا فيديوهات كثيره عن المغرب، لماذا تتكلم عن المغرب، لماذا المغرب 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 المغرب، لانه متابعي قناتي 80% ان لم تكن 90% كله من المغرب، ولا انتج سياسه الديمقراطيه. يعني فيديوهاتي كلها انتم من تقترحونها علي. سو الفيديو هذا مطلوب من طرف مجموعه من المتابعين في قناتي على راسهم سيمو من طنجه. كان بعض المتابعين يلحون ويطلبون الفيديوهات بالحاح. هذا شاب مصري كانت عنده تجربة في المغرب، تكلم عن المغرب بواقعه وبحقيقة، يقول لك سقسي المجرب يحكي لك. باللغة العربية معناها اسأل من عنده تجربة يعلمك ويفيدك. احنا ما نعرفش كتير عن الفن والجمال والتراث اللي هناك، احلى من اوروبا بكتير. المباني، النقوش، الجوامع، ايه الجمال ده. لو ناوي تزور المغرب تعرف انك انت هتشتري حاجات كتير جدا منها، وهتاكل كتير جدا، وهتشرب شاي، خاصة ستأكل كثيرا جدا، ستأكل كثيرا جدا، يعني الأكل والكرم، يعني لسوفينير اتسيتيرا، مغربي كتير جدا. أنا هقول طبعا في الفيديو ده عن الأماكن السياحية في المغرب، وهتكلم عن كل التفاصيل بتاعة المدن اللي هناك. بس خلونا الأول كده نتكلم عن اللهجة المغربية. إحنا كمصريين أو حتى بقية العرب صعب عليهم شوية إن هم يفهموا اللهجة المغربية، يعني صعبة فعلا، بس دي فرصة حلوة قوي إن أنا أقول لكم كام كلمة مغربي. رابط قناته بسهاد موجود في الديسكريبشن بوكس. صافي، مزيان، لاباس. لاباس يعني بخير، صافي يعني سي بون، مزيان يعني جود، بزاف بزاف يعني كثيرا، كنبغيك بزاف، واش بحبك كثير، واش هل، كيفاش كيفاش كيفا، فوقاش فوقاش متى، علاش علاش لماذا، وين زوين جميل، غزال غزال في شيخ، وغزال دي شبه التركي شوية في جزال، نفس المعنى حتى. من مزايا المغرب هو تعدد الثقافات، كل منطقة وليها ثقافتها وعاداتها وتقاليدها وناسها وطبعهم. الشمال غير نص المغرب غير الجنوب طبعا، لمين يعني الشمال غير نص غير الجنوب غير، يعني كل جهة فيها تنوع فكري وثقافي، تنوع العادات والتقاليد يعني واللهجات. تيجي نتكلم عن الاختلاف لازم نتكلم عن الامازيغ. تقدر تقول الامازيغ هم دول السكان الاصليين للشمال الافريقي، بيعتز اكيد يعني الشمال افريقيا اصلهم امازيغ، شئتم ام ابيتم، يعني هذا شيء مفروغ منه التاريخ يوضح هذا، يوضح هذا الامر يعني. ولكن نحن نعتز انه الاسلام يعني دخلنا وعربنا الحمد لله يعني جدا جدا باصلهم. هم مش بس موجودين في المغرب، هم كمان موجودين في الجزائر وتونس ومصر وليبيا وكمان. من هذا المنبر تحية لكل أمازيغ في العالم من أنزين ومحلي دولة أفريقية تانية، كمان في ناس منهم طبعا عايشين في أوروبا وأمريكا. مفيش إحصائية رسمية في المغرب بتقول عددهم قد إيه، بس كل الناس بتقول إن هم نسبة كبيرة من المغرب. عندهم اللغة الخاصة بيهم، واللغة بقت لغة رسمية في المغرب في دستور 2011. يعني اللغة الأمازيغية في المغرب مثل في الجزائر، لغة رسمية. في الجزائر سي لونغ اوفيسيال، لغة رسمية اوفيشال لانجويج. اللغة الأمازيغية كمان فيها كذا لهجة، بس أكتر ثلاث لهجات مشهورين في المغرب تاسوسيت وتشلحيت وتارفيت. تارفيت تحية لكل الرياف اللي تابعوا زين وماشتين، لكل الشلحة ولكل يعني القبائل. هو التقويم الأمازيغي بتاعهم، وده اللي هو أصلا من قبل ميلاد المسيح، يعني قبل التقويم الميلادي كمان. فدلوقتي عندهم سنة 2000 يعني التاريخ قديم على الميلادي والهجري 69. عندهم بقى ثقافتهم مختلفة، عاداتهم مختلفة، واللي بيميز الأمازيغ هو قوة الترابط الأسري اللي فيهم. مثلا في عيد الأضحى، وده عندهم غير ان هو العيد الأضحى يعني بتاعنا، بس كمان عندهم الموضوع ده مقدس جدا ان هم يزوروا أهلهم. أكيد يعني صلة الرحم ما زالت موجودة الحمد لله. الخدمات العامة في مدينة مثلا كبيرة زي الدار البيضاء بيحصل فيها أزمة كبيرة في الخدمات. يعني هذا الشيء حتى في الجزائر، الخدمات العامة خلال الأعياد وفترات هذه الحساسة من السنة، العيد الصغير، العيد الكبير، عيد الأضحى وعيد الفطر، يعني العديد من المناسبات الإسلامية دائما ما يكون خلل في ترانسبور يعني في النقل. إن الناس كلها الأمازيغ بيروحوا يزوروا أهلهم في المناطق والقرى الأصلية بتاعتهم، لأن دي حاجة مقدسة جدا عندهم. من كمان مازال بتميز المغرب هو الاختلاف في الأديان كمان، يعني عندهم هناك المسيحية والإسلام واليهودية وعايشين مع بعض ومفيش أي مشكلة خالص. يعني بلد السلام، وهذا هو الدين تاعنا اللي علمنا
علمنا التعايش، والكثير من الناس فهمينه بخطأ. أنت مسلم يعني لا تتكلم مع المسيحي، يعني لا تتكلم مع يهودي، هذا كله نفاق في نفاق. أنت كمسلم يحق لك أن تعمل مع المسيحي، يحق لك أن تعمل مع اليهودي، ولكن يعني لما يتطاول على دين الإسلام يحق لك الانصراف من ذلك المجلس. يعني الإسلام تستطيع أنك تتعايش مع كل الأديان الباقية. لابد عليكم أن تعرفوا هذه المعلومة المهمة جدا. خلص الموضوع ده، الجوامع موجودة، كنائس، معابد، كله موجود. أكيد حتى في الجزائر يوجد المسيحيين، يوجد المسلمين، اليهود موجودين، ولكن يعني نوعا ما بتستر، لأن الشعب الجزائري نوعا ما لا يقبل اليهود بسبب القضية الفلسطينية. يعني الشعب المغربي ودودين جدا وكرمة جدا جدا لأبعد حد بقى. وهذا الشيء أؤكده، أن الشعب المغربي ودود. الأكبر يعني الدليل، أكبر دليل هو أنهم يعني في قناتي وفي حسابي الانستغرام رسائلهم بالجملة سكر وعطر وورد، يعني صراحة رسائل جميلة جدا. يعني هو كرم ده بقى. يعني مثلا لو انت قابلت واحد مغربي انتوا ما تعرفوش بعض، بس بشوية كلام كده تحس انك انت عارفه من زمان. يعني انا بخبرتي، انا اصحابي المغربة اللي انا اعرفهم كرمة جدا. شوف يعني يؤكد على الكرم، والكرم هذا ليس فقط فيديوهات تشوفها في اليوتيوب ولا تشوفها في القناة تاعي ولا في اي قنوات اخرى. الكرم انما هو واقع يتجسد في أرض المغرب يعني، وهذا هو اللي لابد يكون عند كل المسلمين، يعني شيء لابد يكون عند كل المسلمين. كرمة جدا يعني. لو مثلا انت هتوه في الشارع وسألت واحد مغربي ان هو يوصلك في مكان معين، مثلا ممكن ياخدك بيته ويأكلك وتبات عنده، وده كله من... وهل هناك أجمل من هذا؟ الإسلام هو دين السلام. Peace. Peace is peace. يعني بإمكانك أنك تكون في أمان في أي دولة إسلامية. لما تقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يردون عليك وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، أنت الآن في أمان، بإمكانك أنك تعيش في سلام من غير أي مقابل. فالناس بتساعد بعضها جدا. الحمد لله. السياحة في المغرب، المغرب فيها كل حاجة ممكن يحبها السائح في أي بلد. يعني فيها البحر، فيها الصحراء، فيها الأكل الحلو، جبال، ثلج، حر، غابات، شلالات، فيها أزهار، فيها فن معماري وزخرفة رهيبة، فيها كل حاجة. مراكش اللي احنا بنقول عليها مراكش، بس هم هناك بيقول عليها مراكش. صراحة يعني يلخص كل شيء في فيديو رائع، رابطه موجود في الديسكريبشن بوكس، يقول ويتكلم بكلام يدعك يعني تركز معه. مراكش ليها شكل مميز عن بقية المغرب كله. أول حاجة أصلا وانت داخل المطار بتاع مراكش هتحس ان في براندنج معمول للمطار ده. البلد دي ليها براند ايدنتيتي، هوية بصرية. الألوان اللي هو الأزرق الجميل بتاعهم ده مع الأصفر، الزخارف بتاعتهم ليهم فونت كده، خط بيتكتب بيه. مراكش نظيفة، جواها حلو جدا، بيقولوا ان هي عاملة زي شرم الشيخ بس من غير بحر، يسموها المدينة الحمراء عشان معظم المباني اللي هناك لونها أحمر. مراكش صراحة واحدة من المدن التي سأزورها إن شاء الله عن قريب إن شاء الله. أنا أريد زيارة مراكش، ليس لي البداية الحمراء، وإنما الماكلة. كتر ما الأجانب بيحبوا يروحوا مراكش، هناك هتلاقي الأجانب أكتر من مغاربة بكتير. أوه. بيروحوا وبيعيشوا فيها. يعني أنا جدا فيها أوتيلات حلوة، يعني تأتي كسائح تستقر، تأتي كسائح تستقر، حلوة، نايت لايف حلوة، فيها شوارع كتير شبه خان الخليلي كده شوية. المود الحلو ده. وهناك انت لازم تروح ساحة الفناء، ده ساحة الفناء، والناس بتروح له عشان تاكل الأكل الشعبي اللي هناك. أكيد تتفرج على الناس اللي هي بتقعد تزمر وتطلع الدعبان ده. أوه كوبرا، تشتري حاجات كتير، مكسرات والحاجات بتاعت المغرب المشهورة. مراكش أمان جدا جدا، من أكثر المدن الأمان في المغرب كله. والله يعني مراكش هي أكثر المدن أمانا، ولكن كما قلت لكم أن السلام موجود في المغرب بشكل عام. طبيعة الحال كان بعض الأحداث التي تقع، ولكن معلومة مؤكدة من طرف دكتور يدرسني في الجامعة في الجزائر، يعني أكد لنا أن المغرب غير متسامح مع أي إنسان يعتدي على سائح. يعني إذا ما كان الاعتداء على سائح فالعقوبة يعني تكون جد عالية وجد كبيرة على كل من يعتدي على السياح في المغرب، وهذا لأن السائح يعني عنده مكانه وعنده كرامته في المغرب، لأن المغرب هو دولة سياحية par excellence،
بامتياز. خوتي خوتاتي احبابي احباباتي، كان هذا الفيديو المقترح من عند الاخ سيمو من طنجة، تحياتي اليك وتحية لكل الخوة في طنجة، تحية لكل من يحب زينو MHD من اي مدينة ومن اي بلد. يعني كان هذا الفيديو من طرف قناة بيسوهات، رابطها موجود في الديسكريبشن بوكس، فيديو مقترح من عند الاخ سيمو. يعني اشكركم على حسن المتابعة والاصغاء. ما يسعني قوله هو اللهم احفظ بلادنا ان شاء الله، بلاد المسلمين اينما كانت، اللهم احفظنا اللهم انصر المسلمين اينما كانوا، ودعنا دعونا نعيش في سلام في حب في اخوة، دعونا من الفتن، دعونا من الكره، دعونا من الحقد. اشكركم على حسن المتابعة والاصغاء، نلتقي في الفيديو القادم ان شاء الله. كان معكم من الجزائر زين ومشدي، بيس، سلام عليكم.